العلاقة مش عسوة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون. فبري لم يستقبل وفد التكتل الذي يسوق لمبادرة عون الأخيرة، وأحاله على اجتماع في مقر مجلس النواب مع نواب من حركة أمل. أيضا قاطع مناصرو بري مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل للاغتراب بعد اعتراض من بري. أيضا وأيضا تعمد نواب كتلة التنمية والتحرير مقاطعة زيارة الوزير باسيل حصبية. كلها نتائج ودلائل حسية على توتر العلاقة بين الرجلين على خلفية أكثر من ملف. في أمور مختلفين عليها، ومش سر أحد أنه موضوع الجلسة التشريعية زعج هذا الموضوع رئيس بري. بس هل هذا فقط ما يزعج رئيس بري من الجنرال عون؟ ضروري هذا يكون الموضوع الوحيد، بس هذا من المواضيع المؤخرة عملت إزعاج. يعني تمسك الجنرال عون بترشحه ممكن كمان يكون عم يزعج رئيس بري؟ لا، ما بعتقد هذا المشكلة، لأنه أصلا هو عبر عن موقفه ومؤيد له بهالقصة. والتعيينات منه هو حقق فيها، ليش ما نحملوا إياها له؟ ولكن لما لم يستقبل بري وفد التكتل؟ هلا الجواب الرسمي كان وقت اللي انطلب المواد، قال انه هو لنحيده، هو رئيس سلام بما انه رئيس مجلس نواب رئيس رئيس حكومه نحيدهم. طبعا بتعرف الرئيس بري عنده كاسكتين، وحده مجلس نواب رئيس مجلس نواب، وحده رئيس كتله، فاختار بهالحاله رئيس مجلس نواب، واعتبر انه بيكفي اللقاء مع الكتله. هلا انا كنت نلتزم بهذا الجواب. هلا اذا كان كمان تعبير عن استياء معين بكون اوكي، ها عظيم صار، ولكن ما في مشكله لانه صار في لقاء. مصادر الرئيس بري تكتفي للرد بترداد كلام بري الاخير الصادر عنه في لقاء الاربعاء النيابي. لا خلاف استراتيجيا مع عون، بل اختلافات بيننا حول تقدير بعض المصالح في اداره الدوله، وهذا يحصل بين وزراء الصف الواحد. وعندما نسالها هل يلتقي بري عون قريبا، تجيب: ما من لقاء محدد قريباً.